السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أيها الأخوة الأخوات، إحنا دابا كاينين في دوار العونات في قبائل مزار منطقة الشاوية ورديغة قرب مدينة بنحمد وفيراج ديال راس العين. إحنا جينا هاد البلاصة هادي، هاد الضريح هذا اللي تتشوفو متهالك، اللي كان كيقول لك ديال سيدي فتاح. شي واحد كان كيقول سيدي فتاح، والطريح كانوا تيوقعوا فيه الشركيات وتيجيو الناس، ودابا الحمد لله ما بقاش حتى واحد، ودابا ولا خراب. ولقينا حدا هاد الحفر هادي كما تتشوف، هاد الحفر قالك ربما كانوا شي وحدين باغيين يجبدوا شي كنز، ما كنز، وجاو حفروا وخلوا هاد الحفر كما تتشوف. ودابا غندخلوا الداخل وغنشوفوا كيفاش داير هاد الطريح من الداخل. تعالوا معنا. كما تتشوفوا هذا هو القبر اللي قال لك ديال سيدي فتاح، ولكن هو في الحقيقه راه غير بلاصه خازنين فيها الكنز، خازنين فيها الذهب، وجاو حفروا عليها كما تتشوف. وهادو الشراجم اللي كانوا تحطوا فيهم الشمع، وهنا كما تتشوفوا، هنا كما تتشوفوا بقايا الشمع، كاين هنايا بقايا الشمع كما تتشوفوا، وكانوا تحطوا هنايا الفلوس والتمار وداك الشيء. ولكن دابا مني ولا خراب، ما بقى حتى واحد تيجي لهاد الباص، صافي عاقوا بيا، ما كاين القبور لا والو، راه غا الكنز كان هنايا يبدوه وصافي. كما تشوفوا السقف ما كاينش، السقف مشى. كما تشوفوا هناك بعض الكتابات اللي تقول بسم الله من شنو هي ديك؟ رحم الله من الدراهم، رحم الله من وقف فيه، ورحم الله يقولك رحم الله من وقف فيه، ورحم الله من وضع الدراهم، وسيروا تلعبوا. هذه طريقة ديال النصب. رحم الله، اش من رحم الله؟ واش هذا المسجد النبوي ولا المسجد الحرام؟ هذا راه قبر مختلق، ها ولو كان حقيقي لكان الامر ادهى وامر. هنا كما تشوف البلاصه كانوا تيجيو ليها وتيبقاو يتمسحوا بهذا البلايص وبهذه الحيطه وتتبركوا بها. وكاين واحد الحفره اللور ورا هذا البناء، حفره كبيره، غنمشيو نشوفوها حتى هي. كما تشوفوا كاين هاد النباتات نايضه حتى هي، حفره كبيره هذه كانوا تيقلبوا على شي كنز. هنا تتلاحظوا ان اي بلاصه تنزل منها تلقاو فيها حفره، بزاف ديال الحفر الشيم، تيجيو هذوك السحارة ودوك المشعوذين تيقول لك غنقلبوا على الكنز، تبقاو يحفروا. وهذه اكبر حفره تحفرات، اكبر حفره تحفرات بحثا عن الكنوز، وهي عميقة جدا. أكبر حفرة، واش جبدوا الكنز ولا لا؟ الله أعلم. شكرا على المتابعة أيها الإخوة والأخوات، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.